في حال التقاعس عن تعديل المرسوم. سنقوم كنواب قوى التغيير مع من يرغب من الزملاء النواب بتقديم اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل القانون رقم 163 تاريخ 18/8/2011 بغية اعتماد الخط 29 كخط رسمي لتحديد الحدود الجنوبية للمناطق البحرية اللبنانية. وفي حال الإمعان بالتقاعس عما يوصلنا إلى النتيجة المرجوة بالأول والثاني، سنطالب بتأليف لجنة تحقيق برلمانية تدرس هذا الملف بكافة تفاصيله باعتباره قضية استراتيجية كبرى تتعلق بالأمن الوطني اللبناني وحقوق لبنان السيادية استراتيجية.